اللي تسبق المباراة، نشوف التركيز واضح على الجميع. مباراة خروج مغلوب في إطار منافسات دوري الأبطال بين فريقين بينهم تنافس تاريخي كبير، وهذا أمر يعني بأن الخطأ ممنوع. دقائق منتظرة تستنى عن بداية البث المباشر لهذه المباراة المنتظرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء، ومعكم من كابينة التعليق محبكم فارس عوض، ولحظات على انطلاقة مباراة الذهاب للدور ربع النهائي. لدينا اليوم فريق وولف يواجه فريق بورتو، القلق يحيط بهذه المباراة لأن تخضع لحسابات قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. يا الله، كرة ترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. في وقت مثال يتدخل بيشتت الكرة بيخلصها في اللقطة الماضية. تألق كبير لحارس المرمى، أي براعة غير عادية في الكرة الأخيرة، دافع ببسالة عن المرمى. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. يتقدم بالكرة. اعتراض للتسديدة في هذا المكان. الأضواء كلها مسلطة عليه بشكل كامل في مباراة. يخترق ولديه مساحة. نهاية محبطة حقيقة لفرصة حقيقية. كان ممكن يسجل، كان مطالب بما هو أفضل في هذه الكرة، لكن أهدرها من مسافة قريبة وبشكل غريب. لاعب يقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. صراع قوي لافتكاك الكرة. يتقدم باتجاه المرمى. هدوء في بناء الهجمة، ما في استعجال، بناء منظم حتى الآن والبحث عن التقدم. يا رب، تصدي خيالي. ركنية في المنتصف. يمنع التسديدة من المرور. كرة خطيرة على المرمى. بينية بتعدي خلف الدفاع. الله على حارس المرمى. على هذا التصدي، أي تألق وأي إبداع. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. يضرب الآن. حارس تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة. فريق الخصم بيخلص الكرة. فرصة والمساحة موجودة. الله على التصدي، برافو حارس المرمى. بعد ما قرر إتاحة الفرصة عاد مجددا لاحتساب الخطأ. كرة في وضعية هجومية. اوهو، هل مشاهد بطاقة حمراء في هذا التوقيت؟ ممكن يكون لهذا الطرد الآن مفتاح لكسر التعادل. على كل حال خلونا ما نتسرع بالحكم، كرة القدم ما في شيء فيها مستحيل. تمركز ممتاز وساعده في قطع الكرة. يتقدم للأمام. لم تنتهي المحاولة كما تمنى الفريق، وبالتالي الكرة تتحول مع الخصم. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. يا رب، أول وهدف في المباراة، القمة تشتعل، هدف يكسر النتيجة السلبية. ينجح وولفز إذن في التقدم في النتيجة. اعتراض للكرة. حلوة، الله على المرور. شوف المهارة، شوف الرشاقة، شوف كيف تفادى التدخل في اللقطة الماضية. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع.
الشوط الأول ينتهي 1-0. ينطلق الآن الشوط الثاني من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تدخل بخلص الكرة. تحدي الآن بالنسبة لحكمة المباراة وقرارها. يتخلص فيها من المدافع اللي كم رقبة في اللقطة الماضية. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. في رأيي أداء كم في الشوط الأول جيد جدا ولا غبار عليه. سجل فرصة الواحد على واحد الآن. الله على الطيران، تصدي مثالي للكرة على الطاير. ركنية لا تستغل، فرصة بتضيع الآن. صراع بدني في اللقطة في محاولة الحصول على الكرة. إمكانية الكرة العرضية، أبعد الكرة من مناطق الخطر. عند الفرصة يتصدى للكرة وتصطدم بالقائم. أوهو، الراية تلغي هذا الهدف. هدف جاء من موقف تسلل وبالتالي لن يتم احتسابه. سنتيمترات قليلة حالا دون الهدف. تسلل الموجود في هذه اللقطة. عمل جيد في قطع الكرة. فهد المولد يلعبها. مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. الكرة في التماس الآن. المدرب قرر يغير في هذه اللحظات. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. بيعدي فيها، بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز. استخلاص رائع للكرة وإيقاف الهجمة. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. كرة يمنع تسديده من المرور. يسير بالكرة باتجاه المرمى. فرصة متاحة. شب ممتاز هنا. بصعوبة خلصها. لمسة من الحارس أبعد الكرة فوق العارضة. لم يتبقى الكثير من الوقت. شوف المدرب الآن اللي يبحث عن دماء جديدة في هذه اللحظات لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. راحت بعيدة الرأسية، مرت بدون خطورة على المرمى. ما أرسلها بالشكل المناسب، افتقدت للدقة والتوجيه. يا سلام على هذه الجماهير. انظر إلى المدرجات، استمع إلى هذه فرصة هدف. كانت فرصة متاحة من أجل إطلاق رصاصة الرحمة على الخصم وحسم الأمور في الدقائق الأخيرة، لكنها بتضيع وتستمر الإثارة. بمر فيها بعديه.
يا الله، العارضة تبعد الكرة من الدخول. بيخلصها، بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. كرة بترسل بالعرض. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. فهد المولد ينصف في هذه اللحظات لحسم المباراة. يا رب يا الله على هذا السيناريو. هدف آخر يجعل المعاناة أكبر، هدف آخر يوسع الفارق من جديد. هدف يوسع الفارق مشاهدينا.